أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أصلي فرض الصبح ركعتين مستقبل القبلة أداء مأموما لله تعالى الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سورة الإخلاص بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيما توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني برحمتك شر ما قضيت وإنه لا يذل ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر ربي واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني الله أكبر
سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال السلام عليكم ورحمة الله إني أسألك الفوز بالجنة السلام عليكم ورحمة الله أسألك النجاة من النار والعفو عند الحساب